Coucou mes gourmands, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين تاعي لي ديليز دو سيهام. اليوم جبت لكم واحد الوصفه نتاع المسمن ناجح 100%، سورتو للمبتدئات اللي لقاو شويه لي ديفيكولتي باش يطيبوا المسمن بهذه الوصفه. ان شاء الله ما تزيديش تلقاي الصعوبات. رايحه نقدم لكم بعض الاسرار اللي تخلي المسمن تاعكم ينجح 100% ويجي ساهل ساهل. الوغ تبعوا معايا، تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو. نسحقوا في هذه الوصفه السميد الرطب، لا سومول اكسترا فين او فين. السومول الرطب راني درت دو بول، ندير دو بول نتاع السميد الرطب. نجيب البول الثاني، هذا هو الدقيق الفينو ولا الدقيق الرطب، في بعض الدول يسميوه الدقيق الفينو ولا الدقيق الرطب. نزيدو ان بول دو لا فارين، كيله نتاع لا فارين خاصه بالحلويات. الوغ زوج كيلات نتاع السميد الرطب او دقيق الفينو ولا السميد لا سومول اكسترا فين وان بول دو لا فارين. Alors, deux mesures de la semoule extra fine et une mesure de la farine. Zido, je vais y mettre le mel. Ou là, pour qu'il vous donne le msemmen hamar ou kermach, nzido lo une bonne cuillère de le miel, de l'acide. Tu peux remplacer avec une bonne cuillère de sucre. Mais je vous conseille de العسل خير نتاع السكر، فوالا بون كويير نتاع العسل، مغرفة مليحة نتاع العسل، فوالا هذا ما كان. ونجيبو شوية نتاع الماء يكون يكون تياد، ماشي بارد بزاف ماشي سخون، مي يكون ان تي بو تياد. الوغ اليوم رايحة نعطيلكم الأسرار لي تخلي المسمن نتاعكم يجي مليح. الوغ السر الاول لازم يكون السميد نتاعكم النوعيه جيده رطب. بروميي سكري لازم يكون لا سومول دو بون كاليتي اكسترا فين و فين، فوالا. وهنا الماء لازم يكون دفيوه شويه ونبداو نعجنو غير بشويه. هنا نبدا جو ميلونج لو تو، deux mesures de la semoule extra fine, une mesure de la farine, une bonne cuillère de miel, une petite cuillère de sel et je mélange. Le deuxième secret, certaines باش يجي comme le semen مليح لازم تعجنوه مليح. Je rajoute un peu d'eau tiède. ونعجن دوسمون غير بشوية. هنايا نزيدو الماء حتى نتحصلو على هاد القوام. شوفو هنايا عندكم دو سوليسيون، اذا راكم مزروبين لازم تدلكو العجينه مليح مليح، اذا ما راكم مزروبين كيما انايا دلكوها هكا واحد دو مينوت ونديروها دون ان ساك بلاستيك. هذا هو السر ثاني، نديروها دون ساك بلاستيك ونخليو العجينه ترتاح اذا ما راكمش مزروبين. انا نديرو الصباح ونخليه ونديرو في دون ساك اون بلاستيك ونديرو لابريميدي. سا سي لو دوزيام سيكري، السر الثاني سوا تعجنوا العجينه تاعكم مليح مليح، دلكوها مليح مليح
الا راكم مزروبين. اذا ما راكمش مزروبين تحطوها ديروها دون ان ساك بلاستيكي وتخليها ترتاح. لاباط هذه قد ما تخليوها ترتاح تعطيو لها الوقت قد ما تكون مليحه. هذا هو السر. دوزيام سكري هنا ندلكها واحد دو مينوت جوست نجمعها هكا ونجمعها مليح ومن بعد ديرها في دون ان ساك اون بلاستيك ونخليها. بعد ما دلكتها مليح واحد دو مينوت ها هنا العجينه لاباط ندير نجيب شويه تاع الزيت ندهنها هكا فوالا ونخليها نديرها دون ان ساك اون بلاستيك هكا ونخليها ترتاح. قد ما تخليوها ترتاح هذا هو السر الثاني. قد ما تخليوها ترتاح قد ما يجيكم مسمن بارفي نديرو هنا دون ان ساك ونخليه هاي. بعد ما خلينا العجينة ترتاح شوفوا كيفاش جات القوام نتاعها. كوم سيد لكناها واحد ساعة دروك ديرو نشكلو كويرات صغار نجيبو شوية زيت يعاوننا نشكلو كويرات هكا صغار السر الثالث اللي يخلي المسمن يجي بيان يجي خفيف لازم كي نديرو هكا الكويرات هكا ونحطوهم اكوتي نزيدو نغطيوها بلا بلاستيك ونخليوها واحد 20 مينوت تريح واحد 20 مينوت هنايا. بعد ما شكلنا الكويرات نتاعنا نجيبو شويه الزيت ندهنوها هكا ندهنو السطح شويه نتاع الزيت ونغطيهم بالفيلم اليمونتير ونخليهم يزيدو يرتاحو واحد 10 مينوت 11 دقائق ولا 20 دقيقه. نغطيهم ونخليهم يريحو. هنايا بوغ الفويتاج نسحقو شويه نتاع الزيت باش نفتحو لاباط مليح. نسحقو شويه نتاع لو بور فوالا زبده. وهنايا جبت شويه خلطت ما بين السميد رقيق رطب و بتيت كويير نتاع لا مايزينا هكا باش يجيونا التوريق مليح. تقدروا تستغناو عن لا مايزينا مي انا جنزيد لها شويه امتيت كويه هكا تاع لا مايزينا يجي مليح. هذا السميد اللي استعملته في لاباط فوالا فوالا. بعد ما خليت الكويرات نتاعي يرتاحوا واحد 10 مينوت نجيب كويره هكا ونسي نفتحها بالزيت ندير شويه تاع الزيت. راكم تشوفوا لاباط كي خليناها ترتاح نقدروا نتحكموا فيها كيما نحبوا. سي نفتحها هكا فتحوها دائري ولا كاري كيما تحبوا. ديروا الزيت باش يسهل علينا نفتحوا لاباط نفتحوها حتى يبان البلون دو طرافاي من التحت. هذا هو السر الرابع لازم يبان البلون دو طرافاي. هكا باش يجي التوريخ و يجي التوريخ مليح. بعد ما فتحت العجينه مليح نجي نرش فيها شويه نتاع الزبده دو بور جو مي ان بو دو بور نزيد شويه نتاع السميد ولا مايزينا
la semoule fine et une petite cuillère de la maïzena. Anna, mroh, dir pliage. Comme d'habitude, qu'il a ada. Voilà, كما راكم تشوفوا هنايا نجيبوا الطاجين نخليوه يسخن مليح مليح. الحراره تكون فوق المتوسط ان بو. ونرشوه بشويه تاع الزيت. السر الرابع لازم تكون لازم يكون لو فو ولا الحراره لازم تكون فوق المتوسط. نجيبوا المسمنه تاعنا نديروها ديريكتومون. والسر الاخر كي تحطوا المسمنه نحسبوا 5 ثواني الى 10 ثواني ونقلبوها ديريكت. المسمن ما يحبش يطيب في جهه واحده، لازم يطيب في لي دو كوتي. نحسبوا 10 سكوند ونقلبوها. هنا سي امبورطون تقلبوه ديريكتومون، ما تخليوش يطول بزاف لا كوتي. وهنا المسمن باش يجي بيان مورق ويدخل له بيان الاكسجين والهواء لازم تقلبوها شاك فوا، يحب يتقلب اشاك فوا 10 20 سكوند نقلبوه لوتر كوتي اشاك فوا نقلبوه. نتوما اذا تحبوا تزيدوا اشاك فوا زيد انا ما نحبش بزاف لو غرا نخليها هكا. نتوما اذا تحبوا تزيدوا زيت نقلبوها شاك فوا. شاك فوا نقلبوه يبدا يتفخ ينتفخ باي كومونس ا غونفلي كما راكم تشوفوا. شاك فوا نقلبوه ويتنفخ شاك فوا نقلبوه يتنفخ. ها وهنا المسمن تاعنا كيفاش خرج، جا بزاف هايل راكم تشوفوا فيه. اذا تبعتوا الطريقه وتبعتوا لي كونساي والاسرار اللي قلتها لكم تنجحوا ان شاء الله. المسمن هذا يجي فويتي خفيف راكم تشوفوا فيه. هلا اذا عجبتكم لا غوسيت ما تنساونيش بان جيم، وان شاء الله تسيوها وتنجحوا فيها. ونقول لكم على بروشان ان شاء الله. بسلامة، طلعوا في روحكم.